بنت؟ ده خطيب بنتي ومن حقي اكلمه من الموبايل بتاعي زي ما انا عايز. ثم الكارت اللي فيه ده بتاعي ولا بتاعك؟ الو، ايوه يا عمي، معلش اصل ما كنتش فاضي. رشا؟ لا مش هقدر اكلمها دلوقتي، ايوه عندي شغل لما اخلص. قول لها بعدين، قول لها هيبقى يكلمك بعدين. يلا سلام. شكلك حزين قوي يا سعد. اول مره اعرف يعني ايه حزن بجد يا صفاء. مالك في ايه؟ احنا مش اصحاب؟ ما تحكي لي. فراق ابويا مأثر فيا قوي ومرر عليا عشتي. انت حساس قوي يا سعد. يمكن. تعرف انت لما هتاخد اجازه المكتب هيبقى ضلمه قوي. ده بس عشان انت بتحبيني. يمكن. شكل صوته كده بتغير زي ما تكون زعلان. امال يعني عايز يكون فرحان؟ ده ابوه لسه ما فرزش في تربته. بابا. نعم. بقول لك ايه؟ نعم. هو لما انت قلت له اجيب لك رشا قال لك ايه؟ قال لي بعدين 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 ابقى اكلمها، انا مش فاضي دلوقتي، وراح دلقني زي الجردل. طب وده معناته ايه ده؟ معناه ان بنتك تقلت عليه لحد ما فطسته وطفش. يا لهوي طفش! لا 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 لا، سعد عمره ما يعمل كده ابدا. اهو عملها يا اختي، هو انتوا عمركم قعدتوا تلات ايام بحالهم زعلانين من بعض؟ فعلا دي اول مره يعملها. انا فقري وانت بنتي واكيد طلعاري. يا راجل تفي من بقك، فالله ولا فالك. ايه الفال الوحش ده؟ انا خايف قوي يا مختار. خايف من ايه بس؟ اصل دي لعبه خطيره، ولو البوليس مسكنا ممكن نروح كلنا في 60 داهيه. لو خايف من البوليس امضي لي على التوكيل وسيبني العبها لوحدي، وليك عليا هقبضك نصيبك وانت قاعد في بيتكم. افرض اتقفشت. لو اتقفشت هشيلها لوحدي، انتوا مفيش عليكوا اي مسؤوليه جنائيه بتاتا. طب والفضيحه؟ انت ناسي ان انت اخونا؟ يا سيدي ساعتها بتبروا مني، وكل عيله فيها الصالح وفيها المنحرف. انا يا سيدي منحرف. لا لا لا، دي تبقى مصيبه، مصيبه كبيره. يا سعد يا اخويا، مفيش اكبر من مصيبه الفقر والاحساس بالذل والعار قصاد الناس. اتفضل يا اشرف باشا، ده شيك بمليون جنيه. ياه، انت كده بتمسكني من ايدي اللي